نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكرتم أن من أهل العلم السابقين من قدم علي على عثمان، فهل يدخل في هذا أنواع التشيع أو أنه في الفضيلة اجتهاد؟ قدمه في الفضيلة، لاحظ، ما هو في الخلافة. خلافة لا، مجمعون على تقديم عثمان رضي الله عنه، لكن من العلماء من يقول إن علي أفضل من عثمان، فهذه مسألة فرعية. أما من قدم علي على عثمان في الخلافة، فأن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية يقول: من لما ذكر الخلفاء الأربعة وترتيبهم قال: ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.